بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفيديو اللي خرجت فيه، هو عبارة على واحد ستوري اللي شاركت فيها واحد الظاهرة مرات علينا، واللي بطبيعة الحال كذلك كان في هذاك الفيديو واحد نصيحة اللي طلب مني الأخ اللي هو كان أو الزبون اللي تواصل معنا بأنني نشرها مع الشباب، هو أنهم يردوا البال بخصوص علاقتهم مع الناس، لأنه السحر كاين، وأنه ممكن أنه يكون عرضة السحر كما كان هو عرضة ديال السحر. وطبيعة الحال احنا ملي توصلنا يعني متواصل معنا هذا الزبون في اول مره، فهو تواصل معنا على اساس باش نديروا ليه واحد الخبره تقنيه على مستوى الهاتفه، لانه يشك على انه يعني يتعرض للتجسس، وهذه من يعني بالنسبه لنا هو واحد الروتين يومي، يعني نستقبل العديد من الهواتف وكنقوم ب يعني بعمل يعني خبره تقنيه عليهم. يعني في ذاك النهار على عكس ما هو معتاد، يعني انا اللي قمت بهذيك الخبره لانه في اطار المراقبه ديال يعني العاملين معي كنراقبوا كنراقب نوعا ما الخدمه كيفاش غاده، فكنحاول مره انني انا اللي كندوز ولا كنسهر على 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 هذيك الخبره التقنيه. فذاك النهار قمت انا بهذيك الخبره، وكانت بعض الامور الكثيره اللي هي مريبه ولكن لم اكن اعيرها اهتماما. مثلا انه في الهاتف اولا ملي بغينا نوصلوه بالنظام اللي كنقوموا من خلاله بالمعالجه ديال الهاتف، فهو ما كانش يبغي يديتيكتي لينا، واخا انه زعما هذاك الهاتف خصوصا هذاك الهاتف دوزناه له في الكثير من الاحيان بحاله، ما كانش يبغي يديتيكتا لينا. المهم كاع ملي تقاتلنا معاه وديتيكتا ملي كنستخرجوا استخرجنا المعطيات التقنيه ديالو، لقينا على ان الهاتف يعني نقي، ما فيه حتى شي حاجه كتدل على ان هناك تجسس. كانوا بعض البيانات اللي كنحاولوا اننا نستخرجوها وكانت هي متاحه للاستخراج، وملي كنبغيو نستخرجوها ما كتستخرجش. تقاتلت معاه تعييت في الاخر بالنسبه لينا، لانه كاين طرق تقنيه اخرى اللي كنستخدموا في كشف التجسس، اننا كندوزو كذلك للشبكات. ملي دزت لها تحليل الشبكات لقيت على ان الهاتف ما تيتواصل مع حتى شي خادم دي تجسسي او شي عنوان اي بي اللي هو مريب، فالهاتف نقي. فاذا بي يعني حررنا التقرير ديالنا ما فيه والو. جا السيد باش يستلم الهاتف ديالو، طلب انه يشوفني قبل ما يغادر. رحبت به جلس معايا. من بعد قال لي اودي، قلت له اودي راه الهاتف ديالك راه ما لقيت فيه حتى شي حاجه. وللاشاره كذلك يعني قبل من هذه، يعني من الامور اللي انا بالنسبه لي كانت عاديه، انه في هذيك الايام اللي كنت ندوز الهاتف كانت شي حاجه كتخنقني انا، كي تنقولوا حنا بالعاميه ديالنا بغطاط، انا كنت قلت غا بغطاط هذاك وصافي. وفوالا يعني هو ملي جا ملي طلب اللقاء ديالي وجلس، ملي كنهضروا هو يقول لي ودي، قلت له راه ودي الهاتف ديالك راه ما لقينا فيه حتى شي حاجه. هو يقول لي ودي راه انا كنت عارف ما غاديش تلقاه. انا تما فين تفاجات، كيفاش غادي تعرف اننا حنا ما لقينا والو في هذاك الهاتف ديالك؟ فقال لي ودي غير خليها على الله. قلت له لا، صريت زعما نعرف كيفاش درتي حتى عرفتي، لانه حتى السيد يعني بطريقه يعني ما بينش شي رده فعل اللي هي معينه ديال. هو يقول لي ودي راه شي حد بالعائله ديالي راه يعني طاح، يعني جاو الرياح كما كنقولوا، دار ليه الرقيه، فاذا به يتحدث ويعني معه واحد الشخص بلغه ديال يعني يعني بصوت رجل. وملي بقى كيهضر معاه قال لي واش هذاك الهاتف يعني واش فيه تجسس؟ قال لي هذاك الهاتف فيه تجسس. قال لي في دايره لك شي حاجه، ولكن راه ما غيلقاو حتى شي حاجه في هذاك الهاتف، راه واخا يتقاتلوا راه ما غيلقاو حتى شي حاجه، لاننا حنا راه مغطين كل شيء ما يشوف والو. صافي هادشي انا ملي قالوا لي تحسيت في ديك الساعه، بعد انا ديك الساعه شدتني واحد التبوريشه. وفعلا داكشي اللي كان، يعني حنا ما لقينا حتى شي حاجه. الشخص اللي توريته انه كاين بعض البيانات اللي هي باينه وتنبغي نخرج زعما نبينوها ما كتبانش. وفوالا هذه هي القصه اللي كانت مريبه نوعا ما. استاذي انا لم اكن اؤمن بهذا الشيء، واخا دائما نعم هو موجود في القران الى غير ذلك، ولكن دائما كنت كنعطي تبريرات انه يعني ما لو علاش الاجانب ما كيطيحوش بالرياح، علاش يعني دائما كنت
براغماتي الى ابعد التقدير، ولكن يعني كتيوقعوا شي حويجات، وقعوا ليا شي حويجات في خدمتي اللي ما تيكونوش مفهومين، وكيخليك انك تتولي تقول ممكن انه يكون هذاك الشيء بصح اللي كيتقال انه راه السحر موجود. لا ماشي اول مره، هذه ثالث مره سبق لي وعشت واحد جوج حالات اللي هي كانت غريبه، واللي يعني ما يمكنش تقول ان ما يمكنش تقول انه ماشي سحر هذاك الشيء. فعلا فيت عشت جوج حالات قبل من هذه الحالات. ما تنصح الشباب فيما يخص انه، لانه السيد امنني على ان اوصل الرساله للشباب بخصوص هذا الموضوع هذا، فهذاك الشيء علاش خرجت. اما بطبيعه الحال لك سبقوا، وتا الظواهر الغريبه ملي كتكاثر عليك تتولي كتقول اتونسيون راه كاينه شي حاجه كيكلوش في هذا الموضوع هذا، لانه كما قلت لك هذه راه الحاله الثالثه او المره الثالثه اللي كنعيشوا هذا الشيء في 2019، في 2019 لا 2020 تقريبا من بعد كورونا. كنت عشنا واحد الحاله بحال هذا الشيء، وكانت واحد الحاله اخرى بحالها. انا متفق مع هاد الناس. شوف انا والله لا اعاتب احدا عندما يقول انني لا اؤمن بهذا الشيء، لانه هذا الشيء اذا لم تعيشه، اذا ما عشتيش الموقف فما يمكنش تامن به. انا كذلك اضم صوتي لصوت هاد الناس لانني كنت كذلك لا اؤمن، ولكن عندما تظهر بعض الظواهر الغريبه فتجعلك يعني تطرح مجموعه من الاسئله. نعاود لكم واحد القصه اللي هي حصريا على لاله مولاتي، انه كما قلت لكم ان هذه يعني كانت سبقتها جوج حالات، ونعطيك انا واحد الحاله اللي ممكن الناس يفسروها لي انا تقنيا اذا كان ممكن. كيف تفسر لي مثلا واحد الشخص جاب لنا الهاتف ديالو في عمليه الاستلام ديال الهاتف ديالو باش نديروا ليه الخبره؟ يعني خص واحد الاستلام تاع عطانا المود باس، وهذا التليفون كي كنشدوه كيولي كدير ليكرون كتولي بلون، هذه حضرت ليها انا، كيولي كتولي حمراء بحال اللون ديال الدم، وليكرون كتولي تدير هكا كترعد. واخا نقول اسيدي مشكل في ليكرون، مالو ملي كيشد ليكرون تيقرا عليها وتتعاود تطلق. واخا سيدي دازت 10 دقائق على الاستلام ديال الهاتف ديالنا، تبلوكا ولينا جوج نوامر ديال الواتساب، ما بقاش عندنا تواصل مع الناس، وتبلوكات والنمره السونتر دابيل ديالنا تحبسوا النوامر، ومشات الانترنت باش تفسر لي هادشي. واخا باش تفسر لي ان يوم اللي انا تخلعت وقلت لهم هزوا هذاك التليفون، قلت للمساعده انا ذاك هزي هذاك التليفون وحطيه في الطواليت وجي سيدي دي التليفون، ما بغينا ندوزو خبره. دازت 10 دقائق رجع كل شيء خدام، ديبلوكاو النوامر من الواتساب، رجعت الانترنت. فسر لي انا، شي واحد يفسر لي هادشي. راه هادشي انا شنو نقول لك، راه كاين شي حوايج تيوقعوا ما تلقاش ليهم تفسير. على شي واحد يفسر لي اسيدي، انا سيدي غير امي، انا عروبي يا سيدي، انا بلدي، يعطيني شي واحد تفسير لهادشي. فهذا هو المشكل، كاين شي حوايج اللي وقعوا اللي كيخليوك انك ما تلقاش تفسير تقني. هذا هو اللي كاين. داكشي علاش قلت لك هذا يعاش، هادشي ماشي كتسمع به، الا سمعتي به طبيعة الحال تقدر ما تيقش. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي، وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.